أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت أم ديم تقول: الشيخ، هل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بعد شهر من زواجها لأنه أكبر منها سنا ولأنها لا تطيقه؟ هل عليها يا فضيلة الشيخ إثم إذا طلبت منه الطلاق؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لعذر، عذر شرعي مسوغ، سوغ لها ذلك. في الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فلا تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، والسن ليس عذرا هذا ما تزوجته، ولو كان أكبر منها سنا ربما يكون أحسن منها في دينه وفي عقله وفي مروءته، وبقاؤها معه يكون فيه خير لها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وسنه فوق 40، وهو عقد عليها وهي أم 6 سنين، ودخل بها وهي أم 9 سنين، وهو قدوة العالم، قدوة المسلمين. فما في تزويج الكبير حرج ما دام أنه يصلح في دينه وأمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، ولم يحدد له سنا، لا للمزوجة ولا للمتزوج، لم يحدد لذلك السن. فهذه فكرة إنما جاءتنا من الغرب، ومن يروج هذه الفكرة من صحافي المسلمين هداهم الله. الواجب ترك هذه الشبهة. لا حرج في زواج الكبار والكبيرات ما داموا تتوفر فيهم الشروط الزوجية والحمد لله، وكون المرأة تتزوج من زوج صالح ولو كان كبيرا ولو كان عنده عدة زوجات بحدود المشروع فهذا من صالحها، ولا تبقى عانسا.